في ناس كده عاملين زي الشوكولاتة، ما بنقدرش أبدا إننا نستغنى عنهم زي حضراتكم كده. وفي ناس كتير زي القهوة بيعدلوا مزاجنا زي الشيف دعاء عواد والشيف هاني. أهلا وسهلا بحضراتكم، صباح الخير عليكم، صباح البروتينات، صباح الجمال، صباح السعادة، صباح الطاقة والحيوية. معايا النهاردة معايا الشيف دعاء ومعايا الشيف هاني اللي حب ان هو يظهر معانا تاني، واحنا مبسوطين جدا بوجوده معانا في مسابقه شيف ستار. النهارده مسابقه قويه جدا ما بين كل الشيفات على مستوى مصر. هنبدا النهارده نتعرف على دعاء. اهلا بيك يا دعاء. اهلا بحضرتك، ازيك؟ نورتينا النهارده بوجودك، تسلمي. اهلا بيك يا شيف هاني مره ثانيه على التوالي. وعلى فكره هو حب ان هو يكون معانا النهارده عشان يثبت جداره اكتر ويثبت بقى ايه تحديات، ويدخل بقى ويعمل لنا حاجات تانية جديده، عنده حاجات كتير حابب ان هو يقدمها. ربنا يخليك. النهارده دعاء هتبداي تعملي لنا ايه؟ يلا على طول. هعمل لكم ازاي نحول اللحمه المفرومه العجالي لكفته مشويه ضاني. طب احنا بقى عايزين نعرف سر الخلطه. هنقولها دلوقتي، كل حاجه هنقولها دلوقتي. اوكي، هنبدا. يلا يا دعاء على طول، وقول لي يا شيف هاني هتعمل لنا ايه النهارده؟ شايفك مالي المطبخ حاجات. ان شاء الله نعمل النهارده كلها كنافه عثمانلي. اوكي، واعمل لحضرتك البرغول اللي قلت لحضرتك عليه المره اللي فاتت. اللي وعدتك بيه قلت لازم ادوقه لك بقى المره دي، وان شاء الله المره دي اديها على الهوا يعني ان شاء الله. اوكي، وتديني رايك. هنبدا على طول مع الاثنين المتسابقين. يلا يا جماعه نبدا على طول، وعندنا وقت محدد. تلحقوا تخلصوا، ما تلحقوش تخلصوا هنقفل عليكم الهوا. اتفضل. ان شاء الله باذن الله. واحنا بقى واحنا بنشتغل بقى هتقولي لنا المقادير. اتفضلي. ماشي. انا طبعا معايا كيلو من اللحمه المفرومه عجلي خالص من عند الجزار، فرمه طبعا قطعه ليه. الليه دي هي اللي بتدينا التست. اللي يعني الليه دي هي سر هي طبعا استحاله الكبابجي هيعمل لنا يعني لحمه ضاني يعني بالكفته، هي اللي بتديكي الطعم من لحمه عجاني للحمه ضاني. معايا طبعا بصلايه مبشوره ناعم خالص، في ناس طبعا بتحب تاخد التفل بتاع البصل وبترمي الميه، ده برده بيبقى عادي سليم. معايا هنا بقى من التوابل، واهم حاجه معايا نص معلقه قرفه، ربع معلقه يعني اللي هي بشره جوز الطيب، سبع بهارات، نص معلقه فلفل اسمر والملح. ومعايا حاجه بقى تحفه بتدي تيست عالي قوي للكفته، هي ربع معلقه بيكنج باودر. بنغششكم اهو عشان تعرفوا سر الاكله بتاعت الشيف دعاء، لان الشيف دعاء من الشيفات اللي شغلهم حلو قوي وعامله صفحه ليها بتعمل ليها سر خلطات كده ونكهات الاكل بتاعتها حلوه. فاحنا وافقنا قوي ان هي تكون معانا النهارده في المسابقه عشان ناخد منها سر الخلطه ونغشش حضراتكم. هبتدي طبعا اقلبها. طبعا يا جماعه دي مش عايزه شوكه يعني. اوكي. دي لازم الايد، لاننا لازم يعني. بس قولي لي يا دعاء، السبع بهارات انواعهم ايه بقى؟ بتبقى حبهان، قرنفل، وجوز الطيب، وفلفل اسمر، كبابة صيني، يعني بتبقى شطه، يعني منكهات كلها بتدينا يعني للاكل اسمها سبع بهارات. سبع بهارات دي بتغنينا اصلا عن اي توابل. تمام. بتبقى طبعا فيها كزبره بقى وقرنفل وحبهان. طبعا دي بتدي بروتين عالي برضو مع الاكلات. مش اي اكله بصراحه، يعني السبع بهارات دي تستحب للحمه. اوكي. يعني السبع بهارات بامانه يعني مستحبه طبعا للحمه يعني. طبعا الشيف هاني النهارده مدخلنا في اجواء رمضان بطريقه يعني مش هقدر اقول لحضراتكم، كنافه بقى وحلويات وكل الحاجات اللي احنا الحاجات الجميله اللي احنا بنعملها في رمضان، بس انا شايفه ان هو عامل حاجات مميزه ونازل بحاجات جديده، فانا برضو مش هسيبه الا ما اعرف منه هو عمل الحاجات دي ازاي عشان نغشش الجمهور. قول لنا بقى يا شيف هاني انت هتعمل ايه؟ حضرتك النهارده حاجه كده، لان انت ما شاء الله عامل حاجات كتير، فهتقول لي حاجه. دي كنافه عثمانلي بجميع انواع الفواكه. كنافه عثمانلي، كنتالوب، اناناس، فراوله، في تفاح. يعني كل دي كنافات، ولكن كل حاجه فيها معموله بطريقه مختلفه. كل ده كنافات. غششنا بقى عشان نعمل احنا كمان. كل ده كنافات عثمانلي اللي هي من غير السكر، يعني الكنافات العثمانلي العاديه اللي قلت لحضرتك عليها المره اللي فاتت. تمام. وده شو بالسكر بعمله على ايديا. انا عاجبني شكل اسمه شو؟ شو بالسكر، واسمه اصلا المفروض اسمه. انا عايزه اعرف انت عملته. اسمه شعب مرجانيه اصلا. هو فعلا هو شكل شعب مرجانيه الحقيقي. ده عباره عن عسل وعسل جلوكوز وميه وسكر. عسل جلوكوز ميه وسكر. وبغليها على النار، بديه غلوه جامده لغايه لما يشد معايا كده، بصبه على التلج. تصبه على التلج؟ على التلج. لا بقى تعالى قول لي كده بالراحه، بتصبه ازاي على سر المهنه بقى؟ لا ما احنا عايزين نعرف، احنا عندنا مشاهدين وقاعده عريضه قاعده بتتفرج. حضرتك ده بيبقى عباره عن وششهم من تاني يعني؟ من تاني. نقول تاني المقادير ونقول الطريقه يا شيف هاني. ماشي. حضرتك هو ده بيبقى نص كيلو سكر ونص كيلو ميه ونص كيلو عسل جلوكوز.
هحطهم على النار لغايه لما يديني لغايه لما يديني عود معين، العود اللي هو يكسر معايا، وراح جايب تلج بطريقه معينه. يعني تقصد لما العود بتاعه بيتماسك قوي يعني يتماسك ويبقى قوي. اه بيبقى جيب اسمه بيكسر عندنا. فبعد كده بجيب تلج بايس ميكر هو المربع، وبصب عليه بطريقه معينه طبقات فوق بعض كده، فبيطلع معايا بالشكل ده. بس بقلبه الناحيه التانيه لغايه لما التلج اللي فيه يسيح، بيديني الاشكال دي، بس حسب الصبه، حسب طريقه الصبه يعني اللي انا بصبها. اوكي. وده حضرتك ده سبب كنافه؟ لا مش هنتكلم عليهم كلهم يعني مره واحده، لسه قدامنا الحلقه طويله نتكلم عليهم. انت دلوقتي بتقطع البرقوق. هتعمل الكنافه بالبرقوق؟ ده حضرتك دي الفكره بتاعت المره اللي فاتت قلت لحضرتك عليها وقلت للمشاهدين عليها. هو احنا هننزل البرقوق على النار؟ هنزل البرقوق هنحطه على النار. ما بيفقدش يعني ما بيفقدش القيمه الغذائيه بتاعته. لا ده والله ده بيدي قيمه احسن، تخيل بقى. والله؟ والله المره يعني لما جربته قبل كده انا كنت فاكره انه مش هيدي تيست حلو. لما جربته المره اللي فاتت لقيته حلو وبيدي تيست جميل وبيعمل زي الايه؟ زي المربى كده، يبقى طعمه حلو. مع الكنافه من غير سكر، الاسمالي من غير سكر. يعني الاسمالي اللي بيطلعها من النار ما بدهاش سكر. تمام؟ وبحط عليها اللي هو الـ يعني هو اللي بيدي بقى السكر للكنافه. هو بيدي السكر للكنافه. عامه لو حضرتك كويس قوي ان انت بتدخل فاكهه في الكنافه وفي الحلويات، بتغني قوي وبتبقى احلى وافيد واقيم وصحيه اكتر بالنسبه للاولاد والاطفال بالذات. انت عارف الاطفال بيحبوا السكر الابيض، وده طبعا بيعتبر سم من السموم اللي فعلا بتاثر بشكل مباشر على الجسم يعني قاتل. هو حضرتك يا فندم الفواكه حلوه جدا، شفاني برافو عليك يعني. هو حضرتك برضو الناس معظم الشيفات بيعملوا العثمانلي دي بيحمروها يا اما يدخلوها الفرن، بعد ما يطلعوها من الفرن يديها عسل، وبعد ما يديها عسل يدوها فاكهه وفاكهه وكريمه. عسل ابيض فاكهه وكريمه يعني هي مسكره، هي معسله قوي، والفاكهه معسله والكريمه معسله، هتاكليها ازاي؟ فعلا تستاهل يبقى حامي على السدر. هتبقى صعبه قوي على المعده كمان وتقيله. انا بعمل الكنافه دي ما بحطهاش اي حاجه خالص، لا سكر ولا اي حاجه خالص، بحمرها هوريها لحضرتك يعني، بحمرها ما بحطش اي حاجه عليها خالص. تمام. الكريمه بتدي تيست معايا، بتسكر الكنافه والفاكهه بتسكر الكنافه، كده تعرف تاكلي الحاجه وانت مبسوطه، مش يبقى كله سكر سكر سكر، انا كده بقى طعمها. انا شيف محترف يا جماعه، ودي مسابقه يعني. انا شايفه الشيف هاني النهارده متالق، النهارده الشيف هاني متالق. لا شرف اللي مع سيادتك يعني النهارده المره الثانيه على التوالي. ده انا مبسوط يعني مع حضرتك يعني. حياتي. المره اللي فاتت انا كنت بقى الواحد يعني معلش يا جماعه، الواحد المره اللي فاتت ما كانش ينام وقدامي مذيعه يعني اللهم صل على النبي عليها يعني حاجه قمه، فالواحد يعني الكلام قدامها كان برضه صعب ورهبه، والناس كل التوفيق ليكم يا رب، كل التوفيق، ونتمنى كل التوفيق للمتسابقين. ويا جماعه اي حد حابب يشارك معانا في مسابقه شيف ستار على طول ما يترددش ياخد الارقام على الشاشه ويتواصل مع فريق الاعداد، ان شاء الله ينورنا في البرنامج لكل شيف مطبخ، لكل موهوب مطبخ، لكل محترف مطبخ. كمان بنقدم دعوه عامه لكل الشيفات الكبار التوب اللي موجودين في مصر، سواء مصريين او مش مصريين، ان هم يطلعوا معانا استضافات، ناخدهم معانا، بناخد ارائهم، بنتعلم برضو منهم حاجات. عايزين البرنامج يبقى لكل الشيفات اللي موجودين في مصر. البرنامج ده احنا عاملينه علشان حضراتكم، اوكي؟ نطلع اكبر عدد ممكن من الشيفات للميديا، يظهروا للنور. في ناس كتير جدا مواهب مدفونه محدش يعرف عنها حاجه، وده واجبنا احنا اننا نظهرهم معانا في البرنامج. دلوقتي يا شيف دعاء انت بتعملي ايه؟ بشوي الكفته. كاتينا في دوكه كده وبتشتغلي مش عارفين ليه، بس انا شامه ريحه فظيعه. لا يا ريحه بصراحه فعلا فعلا فعلا، لو حضراتكم موجودين معانا بتصوروا كده. لا انا على فكره صريحه يعني، بس انها لحمه فعلا، لحمه ضاني يعني. لا ايوه مش لحمه، ايوه بديكي نفس التست بتاع كفته الحياه بالظبط. قولي لي اكتر مطبخ يا دعاء انت بتحبيه. انا عامه بعمل جميع الاكلات، معجنات، شرقي، حلويات، كل حاجه كل حاجه. تحبيني يعني في حلويات؟ يعني نفسك مفتوح على المطبخ جامد على فكره يعني. لا لا الشرف من حضرتك تحبيني. ربنا يبارك لك. كلك ضيف، ربنا يبارك لك. المسابقه بدات بقى تبقى اقوى يا جماعه. ايوه كده، عايزين منافسه تبقى قويه ما بين كل الشيفات وبعضهم. خلي بالك انا اصلا كباب يعني، ممكن برضه اتحداكي برضه في كفته الحاتي. على دماغي طبعا. الله يخليك. تحدي بقى. اللهم صل على النبي. بصراحه انا شامم الريحه هنا، ريحه جامده بخبرتي يعني، اللهم صل على النبي عليها يعني السيستم ليها. هي قبل الحلقه قالت لي انت هتدوقي كفته ما حدش عملها قبل كده. لا بصراحه فعلا ما شاء الله، حتى والحاجه تستوي بطريقه حلوه بسرعه يعني. ربنا يخليك. كلميني عنك بقى، ازاي بداتي وازاي بدات مشوار المطبخ، واشمعنى مهنه الشيف اللي انت اخترتيها؟ انا اصلا يعني اكلي حلو، اكلي من بدري حلو. عرفتي ازاي ان انت اكلك حلو؟
اتعلمت يعني كان عندك الموهبه من وانت صغيره؟ لا خالص، انا لحد ما اتجوزت كنتش بعرف اطبخ، بس ممكن بقى اعمل اكله حلوه مثلا لكل البنات بقى اللي طالعين اليومين دول تتعلم بقى من الشيف دعاء اهي، ما كانتش بتعرف تطبخ لحد ما اتجوزت يا جماعه، يعني معنى كده ان في بقى يعني ما كانش كمان لسه بقى فيه يعني بقى قنوات الطبخ اللي بتوعينا والحاجات دي ما كانتش لسه طلعت، كان كل اللي موجود التليفون ارضي. اتعلمتي ازاي بقى؟ طبعا المحاوله، وان انا عايزه طبعا اتعلم، يعني انا عايزه اتعلم بلاها يعني كفايه بقى. حسيتي ان انت عايزه بقى خلاص بقى اتجوزتي وبقى في بيبي ولازم تتعلمي المطبخ؟ ايوه طبعا. فبدات تتعلمي، لقيتي نفسك بتحبي المطبخ واحترفتي الشغل؟ وعلى فكره مش معنى ان الاكل باظ مني اول مره الا انا خلاص يجي لي اكتئاب وياس وانا فاشله خالص اطلاقا. برافو عليكي. لا طبعا مش نهايه الدنيا يعني، في محاولات وفي مره واثنين وثلاثه وعادي. طب قولي لي كده على طريقه، في ناس بتحط المأكولات بتاعتها في الثلاجه او في الفريزر بتتجمد وبتبقى الثلج كده ماسك فيها، ازاي؟ قولي لي على طريقه تكون صحيحه نطلع منها الاكلات من غير ما يعني من غير ما يكون في ضرر على الاكله او على صحه الانسان. هو عامه بصي هقول لك على حاجه، اولا طول ما الاكل بيتي لا في ضرر على صحه انسان ولا اي حاجه، احنا اكلنا بننظفه بنفسينا وخايفين على صحه ولادنا قبل اي حاجه، ده طالما اكل بيت. يعني انت دلوقتي لو عامله طبيخ وانت دلوقتي شايلاه في الثلاجه وجايه خلاص راجعه من شغلك وهتطلعي تسخنيه، ايه المشكله؟ فين الضرر؟ شايلاه في الثلاجه ومحفوظ طبيعي. لا ده انا عايزه اقول لك في ناس بتبقى جايه وجايه جعانه ومستعجله واول ما بيرجعوا البيت افتح الفريزر طلع حطه على النار على طول. اه طبعا طبعا الطريقه دي في منتهى الخطوره يا جماعه، محدش يعمل كده خالص، لازم الـ 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 الاكله اللي طلعتيها تكتب شويه وبعدين تحطي في الميه بتفقد ميه فوائدها. اه وبتسيبيها وبعد كده بتتفضلي تحطيها بقى على النار وتبداي تعملي الاكلات. انا شايفه تعمل ورود وحاجات واشكال جميله. قول لي بقى انت بتعمل ايه هنا؟ حضرتك بس قول معلومه بس بالنسبه للاكل. اه يلا يا ريت. وعامه اللي اعرفه في الشغل يعني بتقول لنا يعني ده ثمان شوفات كبار. البيض المسلوق ما يباتش اكتر من يومين في الثلاجه المسلوق. البيض المسلوق؟ اه ان في بيض ضرر بعد يومين. طب والشيف يا جماعه والشيف هاني بيتكلم كده، حضروا لنا فاصل يا جماعه يا ريت. اتفضل الشيف هاني كمل. البيض المسلوق؟ البيض المسلوق ما يقعدش اكتر من يومين. هتسالي الشيف يعني اكيد حاجه في الحاجه زي كده. اكيد يعني. ما يقعدش اكتر من يومين وهو مسلوق؟ وهو مسلوق. ليه بقى؟ لان بيض ضرر بعد كده في جسم البني ادم. طب على فكره المعلومه دي انا اول مره اسمعها. لا ده انا عارفها من زمان يعني من زمان قوي يعني. ان انا كنت بحب اكل بيض مثلا ايه ام نوم مستني باكله. عرفت ان هو غلط يعني بعد يومين ما ينفعش حد ياكل. وفي حاجه ثانيه برضو اللي هي خطيره قوي مش واخدين بالنا منها. اوكي بنطلع فاصل صغير ونرجع لحضراتكم ثاني، خليكم معانا وما تروحوش اي مكان. ورجعنا لكم بعد الفاصل اعزائي المشاهدين، مرحب بكم من جديد في مسابقه جديده من برنامجنا شيف ستار، ومعايا اجمل شيفات في الدنيا شيف دعاء وشيف هاني. شم ريحه رهيبه جدا وحاجه جميله خالص وما شاء الله مواهب ممتازه. شيف دعاء تعملي ايه دلوقتي؟ خلاص قربنا نخلص الكفته وهنعمل بقى الرز. طيب هنعمل رز مبهر ان شاء الله. هنعمل رز مبهر، بس انا طبعا الايام اللي فاتت عرفنا وجالنا خبر وفاه الشيف مسعد الاسيوي، ببعث ببرقيه عزاء لزويه ولاهله ولزوجته الله يرحمه، بجد كان من افضل الشيفات اللي موجودين، كان متميز جدا بالاكلات الاسيويه، يمكن هو من الناس المحترفه جدا في مصر والقليله جدا اللي محترف في المطبخ الاسيوي الله يرحمه. معانا مداخله؟ طب اوكي اتفضلوا. معانا مداخله. الو الو اتفضل. الو السلام عليكم. سلام ورحمه الله. معانا الشيف معانا الشيف وليد البوس. الشيف وليد يا فندم. تحياتي شيف وليد، اهلا وسهلا بيك. الله يخليك يا فندم. الاستاذه حور صباح الفل عليكم الاول. صباح السعاده. ودي حاجه كويسه والله لما الواحد يتابع وكمان بتنزلوا اخبار عن شيفاتنا العظام. شيف مسعد الاسيوي ده بصراحه علم من اعلام مصر، ربنا الله يرحمه ويشفيه يا رب يا فندم. ودي حاجه كويسه. وايه الاخبار النهارده؟ هتكلمونا على شيف مسعد بس ولا في حاجات حلوه تاني عندكم؟ احنا في معانا النهارده شيفين جامدين خالص، الشيف دعاء والشيف هاني، بس طبعا حبينا ان احنا نبعت برقيه عزاء لاهالي الشيف مسعد الاسيوي الله يرحمه.
ويا ريت يا جماعه تحاولوا تدخلونا في مداخله مع اخوه تامر. زي ما انت عارف طبعا في امور غامضه كده بتدور حوالين وفاه الشيف مسعد الاسيوي وهو بيعمل عمليه، واهله بيقولوا ان في مشكله عنده وهو بيعمل عمليه وفي مشكله مع الدكتور، فلو تواصلنا معاهم هنقدر نعرف كل حاجه يا وليد. تمام يا فندم، احنا كنا متابعين فعلا الشيف تامر الاسيوي ده اخوه، ودي حاجه كويسه قوي ان انتوا عايزين توصلوا لجميع اصدقائه او لاقاربه، ودي حاجه كويسه جدا للبرنامج، ويا رب البرنامج ده يعني يحوز اعجاب جميع الناس، لان دخلوا مسابقه والمسابقه لما ناس كتير من جميع المحافظات، ودي حاجه كويسه طبعا للبرنامج والاعداد ولحضرتك طبعا. شيف وليد، البرنامج شيف ستار ده معمول عشانكم طبعا، وبنطلع اكبر فئه اكبر ناس موجودين في مجال الشيف ان هم يظهروا المواهب بتاعتهم طبعا اكيد، وده من الواجب علينا اننا نشارككم افراحكم واحزانكم. فالشيف بجد الشيف مسعد كان من الشيفات الطيبين جدا، وكان شاطر جدا جدا في شغله، فاقل حاجه نعملها ان احنا يعني نبعث ببرقيه عزاء ونعرف بس ايه ملابسات الموضوع وسبب الوفاه ايه. والله انا عايز اقول لك ان الشيف مسعد الاسيوي يعني ده اجدع خلق الله فعلا، انا اتعاملت معاه كتير، حضرت معاه كذا ايفنت، حضرت معاه كذا لقاء، فبصراحه الوحيد اللي فعلا هو اسيوي، عشان كده مسمينه مسعد الاسيوي. فعلا هو فعلا مختلف كان في مجاله الله يرحمه. فعلا فعلا والله، وطبعا احنا عرفنا حاله وفاته لما اخوه تامر نزل منشط كده فاتكلم فيه بكل جراءه على الدكتور اللي عمل الكلام ده. عندك معلومات يا وليد ممكن تفيدي البرنامج بيها؟ والله يا فندم انا معلوماتي بسيطه عن الموضوع، بس احنا عديناهم طبعا، و ما عنديش طبعا كميه المعلومات اللي هي ان احنا نقول ان هو كان تعبان فعلا، فهو ده قضاء ربنا يعني. الله يرحمه ورحمه الله عليه. طبعا انت عارف ان الشيف حتى احنا في شيف ستار لما بنختبر الشيف من ناحيه اخلاقه، بنختبره من ناحيه اداءه قدام الكاميرات يا وليد، وانت كنت معانا في المسابقه من اوائل الحلقات، انت كنت مشرفنا، بنختبره طبعا في طريقه اداءه للاكلات بتاعته والتست بتاعه، يعني مش بس مجرد شيف بيعمل اكل وخلاص، القصه مش كده خالص، القصه ان احنا بنختبر حتى الاخلاق. فالشيف مسعد الله يرحمه من الناس اللي فعلا اخلاقياتها كانت عاليه وكان حد كويس جدا، فاقل حاجه ان احنا نفتكره بالخير الله يرحمه يعني. طبعا طبعا يا فندم والله، ودي حاجه كويسه كمان ان البرنامج عامل حاجه زي كده، عامل حاجه ان هو ممكن يجيب لنا مثلا مميزات مناسبات، يجيب حاجه عاده زي كده، دي حاجه كويسه للبرنامج، وانا شايف ان برنامج شيف ستار برنامج ناجح من اول ما اتعمل. فاحنا بنقول ربنا يديكوا الصحه، وبنقول دايما في تقدم واحنا على خطاكوا، وان شاء الله الدنيا هتبقى جميله مع البرنامج ده، وانا سامع ان في فعلا ناس بتفوز، وربنا يسهل للجميع، ودي حاجه كويسه يا فندم. فعلا في ناس، صباح العسل وصباح الياسمين عليك يا وليد، هو في ناس بتفوز طبعا، ولكن احنا هنعلن نتيجه المسابقه في اخر الموسم، بيطلع لجنه التحكيم بتتكلم عن كل متسابق على حده، وبيعلقوا على كل حاجه وعلى اداؤه الاعلامي وعلى طريقه الاكلات وطعم الاكل والتست بتاعه، بيعلقوا على كل حاجه. الاكلات دي بتتاخد بتروح لشيفات معينه في مكان معين، بيدونا الدرجات عليها، بيدوقوها وبيشوفوها ويدونا درجات عليها علشان محدش يتظلم، عشان محدش يتظلم ما بنعلنش لجنه التحكيم، عشان محدش يقول ان في كوسه في البرنامج، ما عندناش الكلام دوت، عندنا مصداقيه عاليه جدا مع كل الناس. دلوقتي هرجع بقى للمتسابقين بتوع الحلوين والجمال. شيف هاني انت بتعمل ايه؟ دي كنافه اساور. اوكي، دي كنافه اساور هتخش الفرن. كنافه اساور. انا بقى عامل لحضرتك بقى ايه؟ اساور وهنلبس اساور كمان. انا عامل لحضرتك بقى الحاجه اللي قلت لحضرتك عليها، وحضرتك هتدوقها على الهوا ان شاء الله. شايفك بقى عامل حاجه عملتها وخدتني في دوكه وعملتها، ولكن الكاميرات رافضه كل حاجه. بص دي اللي هو الحلو اللي انت عملته وحضرته ده انا ما شفتوش. انا عامله لك بشكل مخصص عشان تدوقي على الهوا. الله، تديني رايك فيه. بص حضرتك الباروق طير ازاي؟ طب احنا عملنا البرقوق حاطين عليه زبده ولا اي حاجه؟ زبده وسنه سكر. زبده وسنه سكر، سنه سكر بسيطه. زبده وسنه سكر. طيب انت عامل ايه بقى؟ غششني كده، انت عملت ايه في بدايه الكاس كده؟ حطيت ايه من تحت وايه من فوق؟ حضرتك دي كنافه عثمانلي. اوكي تمام، بحط رق في الاول تحت، وبعد كده بحط رق كريمه. رقة كريمه. وبعد كده بحط رق من اللي هو. طب تقول لنا طريقه الكريمه كده يعني؟ هي حضرتك كريمه جانتيه بتتباع في اي حته بتبقى جاهزه، يعني بتتباع جاهزه؟ وانت حضرتك ازاي؟ تتحضر ازاي؟ حضرتك بتجيبي تلج مبشور.
ممكن وتحطيه في مكنه وتضربي عليه. هو اللي هو الكريمه مع التلج بتقوم. هي طبيعتها مع التلج بتقوم بتعلى. دي القوام اللي انت عايزاه بقى. أوكي. بس لما تكون تتضرب اكتر تدي قوام اكتر. نكمل الشيف دعاء، عايزه تقول لنا حاجه اتفضلي. ايوه دعاء. في بقى تكه مهمه جدا. بتعملي ايه دعاء؟ طبعا باخد الليه اللي ساحت مولعه طبعا فحم. حطيتي فحم؟ حطيتي الليه عليها؟ ايوه طبعا. الله. هو ده التست كله. بتدي طعم تاني تاني طبعاً. خالص بقى التست كله بقى كده. بصراحه انا خايفه دعاء وهاني يفوزوا النهارده يا جماعه. انا مش عايزه حد يفوز في المسابقه دي بجد، مش عايزه حد يفوز. دي كمان اي فاكهه دي بتبقى واخده سنه قرفه يعني بجد. عاملين شغل ريحه. انتوا لو معايا في المكان هنا في الاستوديو هتشموا ريحه فظيعه. حضرتك بقى تدوقي خلاص كده. انزل مره بعدين. شكل الكاس اللي انت عامله ده قد ايه يفتح النفس. حضرتك هتدوقي وتقولي رايك. واخد سنه قرفه، واخد سنه قرفه والكريمه. قرفه وكريمه. وسكر. بترشها عليها من فوق؟ بترشها عليها من فوق؟ لا، القرفه بتبقى جوه جوه التركيبه نفسها. اي حاجه في الطبخ بتاخد قرفه يعني. عشان تاخد النكهه تدي نكهه ثانيه. التفاح هطبخه برضو هياخد نفس الموضوع، ياخد قرفه سنه قرفه وكده. طب يلا حضرتك تدوقي. اوكي بتاع الشيف سيد دي. هتخليني ادوق بقى وانا مش باكل حلويات. ماشي اتفضلي حضرتك ودي رايك بالامان. ممكن بقى ثواني يا استاذه. يا جماعه اتفضلوا معايا. ميرسي. بس لحظه بقى كده ثواني. انا دلوقتي بعمل الرز المبهر بتاعي. انا دلوقتي معايا ملح، كركم، فلفل اسمر، ورقتين لورا، قرفه، سبع بهارات، وكاري. تمام. هنحط كل طبعا التوابل دي كده مع بعض. انت جننتيني بالريحه. الله عليك يا شيف هاني بجد حاجه ما شاء الله يعني. انا عايزه بجد حاجه جميله. بس برده 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 مش انا اللي بحكم، لجنه التحكيم هي اللي بتحكم. طب ما حضرتك بتدوقي عشان الجمهور يبقى عارف طعمها ايه يعني. حضروا لنا فاصل كده يا شباب من فضلكم. شيف دعاء عايزه ميه. طبعا انا اول ما ريحه البهارات بتبتدي تطلع بعد اذنك هنطلع فاصل صغير ونرجع لحضراتكم تاني نكمل باقي المسابقه. رجعنا لكم بعد الفاصل مره ثانيه مشاهدينا. والشيف هاني مجنني عامل حاجه يعني. انا شايفه الحاجه الجميله دي معموله. حضرتك شايفه الكاميرات تيجي عليها زي ما حضراتكم شايفين كده. ده ايه ده يا شيف هاني؟ ده سبت كنافه. لا جواه ايه؟ زلابيا؟ جواه زلابيا حسب بقى حضرتك اللي عايزاه. عايز تحط زلابيا يعني. انا فاكره لما شفته ان هو سبت عادي في حلويات، لكن الطبخ ان هي يا جماعه كنافه يعني بجد حاجه تاخد العقل وتجنن. الشيف هاني عامل كنافه بالسبت، يعني السبت نفسه كنافه. لا وكمان مزينه بشرايط يعني. شوفوا حضراتكم عاملها ازاي يعني. حاجه بجد هي غريبه. انا اول مره فعلا اشوف حاجه كده. وده بيدل بقى على ان هو بقى ايه، حد فنان فعلا. وحضرتك انا عايز اعرف بس يعني ايه، تقول لي انت عملت ازاي السبت ده بجد يعني خد العقل وحاجه كده جميله. وانا ممكن اعمله في البيت ازاي؟ حضرتك هو ده بتجيب الكنافه اللي هي الشعر الكبيره دي. الكنافه العاديه زي اللي بس اللي هي مفروده. مفروده. حضرتك بتبخ عليها ميه بملح وبتلفيها على حاجه زي كده. لا ثواني، بتحط عليها ميه بملح؟ رش من رش عليها. برش على الكنافه نفسها. هوريها لحضرتك دلوقتي. شمع التفاح. تفاح بالقرفه شمع. اوكي. بص حضرتك يعني مثلا التفاح بالقرفه هايله. بس برضه لازم تقول عشان برضه الكاميرا جايبه لنا كده نبقى عارفين هو بيتعمل ازاي. ان انا عايزه اعمله. هو الطرحه بتبقى كده المفروض كده. وبجيب ميه وملح بخاخه مثلا او في زازه مثلا تكون مخرمه وبرش عليها من هنا ومن هنا. اوكي. وباجي اي حله يكون عندي او اي حاجه تكون صغيره زي كده بقلبها، بحط عليها فويل وبلف بقى ايه حسب بقى شغلتي. انا بقى افضل الف بقى بالساعتين يعني. بتلفها عليها بشكل دائري كده. بنزل الاول باللي اسمها العواميد يعني اللي بتبقى من الجناب من اول هنا من الاول للاخر تبقى نازله كده.
بعد كده بقى الطوق اللي هو الخارجي علشان تكون متماسكه. اه لازم يكون فيها اساس بعضها كلها، لازم يكون فيها اساس من جوه. وبعد كده باجي باللي هو بالطوق اللي هو زي ده بره، ببدا الف لفتين ثلاثه ايه اللي هو العريض، وبزنقه بحاجه وادخله الفرن. والدراع اللي فوق ده نفس القصه برضو. على درجه حراره عاليه ولا لا؟ درجه حراره تكون 150 150 اه متوسطه يعني. اوكي تمام. باجي برضو الدراع اللي فوق ده بقى من نفس القصه، بدي برضو ميه وملح وببرمه، وباجي على حرف اللي هو الحاجه اللي قدام مني وبقيس عليها واروح قافله، بخليها الكنافه اللي فوق قافله عليها، وادخلها الفرن. يطلع معايا ايه؟ بياخد وقت قد ايه في الفرن بقى؟ بياخد ربع ساعه. قد ايه شكله ياخد العقل ويبهر الاطفال؟ يعني انا لو عندي اطفال في البيت لو حضرتك كمان جواها حلويات هتاخد هتعجبهم جدا جدا، وهتلاقيهم حضرتك انت ممكن تعمليه. يا ريت كل السيدات في البيوت يعملوا حاجه زي كده لاولادهم، هتفتح نفسهم بجد. حضرتك ممكن تعمليه، تحطي فيه اي بقى حاجه، اي ممكن تحطي فيه فاكهه، تحطي فيه اي حاجه انت حضرتك عايزاها. ده له مده معينه ممكن؟ لا ما هو ده بملح يقعد زي ما انت عايز يعيش يعني. اه ممكن هو طعمه كده عامل زي البقسماط يعني، دي كنافه لكنها بتعمل بقسماط تتاكل عادي برضو ان هي مالحه. شايفه الشيف دعاء دلوقتي بتعمل لنا قريبه لنا مكوناتها وعملتها في وقت قياسي، يعني انا مجرد ما اتكلمت مع الشيف يعني لقيتها خلصت الغريبه. عملت ايه يا شيف؟ الغريبه هي كوبايه سكر بودر ناعم جدا مع كوبايتين زبده، وخاصه نوع الزبده ونوع الدقيق. نجاح الغريبه في نوع الزبده ونوع الدقيق، واهم حاجه السكر بودر منخول. ممكن تتعمل الغريبه بالسمنه البلدي ولا صح؟ اكيد طبعا. انا عاملاها بالزبده النيوزيلندي. بصي أوكي. عايزه تاكلي احلى حلويات بجد، هي اكيد الزبده النيوزيلندي بامانه. البلدي دي بتبقى للاكلات والطبيخ، لكن حلويات هي الزبده. لا ثانيه واحده بقى، احترامي ليكي. السمنه عندنا اساسي في الكحك طبعا. الكحك سمنه. لا انا ما لا ما اختلفتش. اكيد لا الكحك سمنه ما ينفعش زبده، هي دي شغلتنا. اهم حاجه اللبن. لا طبعا عشان لا طبعا فاهمه يا شيف. انا مش بقى بيعرف يعمل الطاجينه المغربيه يا جماعه. اه الطاجينه انا بعرف اعمل الطاجينه لان صاحبتي مغربيه. طب يلا غششينا وقول لنا الطريقه. قول لنا حضرتك شايفه هنا التفاح؟ اه شايفاها. هي الطاجينه عامه يعني سواء لحمه او فراخ، سواء لحمه او فراخ بيبقى معاها بسله، وبيبقى معاها طماطم، وبيبقى معاه خضار عامه يعني، بيبقى معاه خضار عامه. عايزه بس اوطي العين. اوكي ماشي. انقليها على العين الصغيره. اوطيها. اه انقلها على العين الصغيره. قولي لي ازاي اقدر اعرف الشيف الشاطر المحترف من الشيف اللي هو يعني ايه مش قوي او لسه هاوي او لسه ما خدش درجه الاحتراف؟ هو عامه بصي تعرف الشاطر من اصلا من نفس الاكل، من تيست الاكل، من طعم الاكل. كل واحد اكيد طبعا ده النظافه دي اهم حاجه اكيد. اي واحد يعني ليه تيست معين واكل معين وطعم معين. طعم المحشي بتاعي غير طعم المحشي بتاعي، طعم المحشي بتاع الشيف ولا ايه؟ لا ما اعرفش اعمل محشي، ما اعرفوش بصراحه. انتوا بتعرفوا طيب يعني ماشي لا هو التيست بتتكلم على التيست؟ لا طبعا التيست والنفس في المسابقه. التيست اكيد يعني والنفس. لا هو التيست عامه حضرتك كل سبحان الله كل بني ادم وليه نفسه في حاجته فعلا يعني. برضه انا في معلومه نسيت اقولها وعايز اكد عليها. احنا كنا بنتكلم عن الحاجه اللي بتبات وما ينفعش تتاكل. الملوخيه من اخطر الاشياء لما تبات في الثلاجه. طبعا الملوخيه اخطر اشياء لما تبات في الثلاجه. طب انا عايز اقول لك بقى ان في ناس كتير قوي ما بتعرفش تاكل الملوخيه غير ثاني يوم. لا 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 طعمها بيبقى احلى ثاني يوم. دي المعلومه. بتتكلم على الملوخيه بشكل عام ولا الملوخيه الخضراء؟ الملوخيه الخضراء. الملوخيه الخضراء بشكل عام عامه لما بتباتش في الثلاجه. اوكي ده شيف حماده صاحبي، هو يعني شيف راجل محترم قال لي المعلومه دي. قال لي الملوخيه ما تباتش في الثلاجه اكتر من يومين او يوم ونص، عشان فيها زي حاجه زي فيروس كده او حاجه بتتعب المعده، بتتحول لميكروب يعني. اه بتتحول لميكروب. تمام قول لي بقى انت ايه اغرب موقف اتعرضت له من يوم ما بدات تشتغل في المطابخ او تشتغل شغل الحلويات بتاعك؟ قول لي موقف غريب صدفك. لا موقف غريب. دعاء برضه موقف غريب اللي بتاع اول امبارح لما جيت انا كنت ملخوم خالص. ده هو بصراحه الموقف الغريب في حياتي، ان انا ما كنتش عارف اتكلم والواحد كان يعني ما انا طبيعيه اهو يا شيف يعني. الكاميرا هم وراني يا كاميرا طبعا. انا كنت طبعاً ما نمتش يعني. اصلا ما نمتش ساعتها حتى اصحابي. المنافسه شغاله ما بينهم قويه جدا. انا فاكر. قولي لي يا شيف دعاء. نعم اتفضلي. اغرب اكله انت عملتيها؟ اغرب اكله كانت حاجه غريبه بالنسبه لك، او مره اول مره تعمليها وكانت اكله غريبه؟ اللي هي اكله غريبه بطعمها مش حلو، الاكله غريبه طلعت طعمها حلو. لا اكله غريبه انت عملتيها وطلعت طعمها حلو فيها، بس كانت غريبه عليكي وانت بتعمليها يعني.
حاجات كتير. زي لا اكلات كتير يعني. هي يعني عايزه اقول لك زي المفتقه دي عملتها فعلا، اللي هي كانت حاجه جديده اصلا عليا مش متوقعه ان اعملها. انا عايز ادخل دي الفرن. اوكي اتفضلي دخليها الفرن. اديك بقى ده كنافه تفاح برضو نفس طريقه البرقوق. اه تعالى بقى هات لي الكاس ده كده حطه هنا بعد اذنك. لا من عندك من عندك من عندي. حطه هنا وقول لنا بقى انت عملت ايه. هتدوقي برضو؟ عامل تفاح. هتدوقي؟ لا حطه وانا هدوق. ده كده يروح النهارده. اوكي انت كده عايز تبوظ لي الدايت. ده كده يروح. اجيب ده برضو يا عملنا زبده والبهارات بتاعتها القرفه وحطيتها على التفاح. اه اوكي وبعدين حضرتك بقى تفاح قطع وعملت منه منظر جميل. اه ما شاء الله عليك. حضرتك التفاح بنفس قصه البرقوق برضه. اه بجيبه وبقطعه كرهات وبحط عليه حته سمنه ومعلقه سكر صغيره وسنه قرفه. زلابيا ستات البيوت بيعملوها في البيوت بطريقه مختلفه عن الشيفات، فبناكلها من الشيف بتطلع طعمها غير خالص غير. فانا عايزاك تقول لي سر اكله الزلابيا، وانت عارف ان الزلابيا من الاكلات اللي كل الاطفال بتحبها وكل الامهات بتحبها. حضرتك ما هي الزلابيا دي يعني اساسي شغلنا. الزلابيا دي اساس شغلنا. الشيف الشاطر اللي بيعملها من جوه مفرغه. طب غششنا بقى قول لنا الطريقه. الطريقه اللي انت تحطي بتزودي على المقادير اللي عندك ورقه بيكنج باودر. لا يعني المقادير بتحطي الطريقه. قولي المقادير. تحطي كوبايتين ميه وكوبايتين دقيق وسن ومعلقه زيت ومعلقه خميره ومعلقه بيكنج باودر. وتقلبيها ومعلقه نشا وبيضه لو امكن يكون احسن يعني وسن الفانيليا. وتقلبيها وسيبها تخمر براحتها. كل ما بتخمر كل ما بتكون احسن. النشا بيديها من النشا بيديها من جوه بيعمل زي المشبك كده. أوه. بيخليها من جوه مفرغه. اوكي وتاكلها تدوب معاك. البيكنج باودر بقى شغلته ان هو يخليها مدوره معاك. يعني انت حضرتك لو حطيتي بيكنج باودر في الزلابيا تطلع معاك مدوره اجباري يعني. طب انا شايفاك عامل هنا ده ايه ده بقى شيف؟ دي ده جاتو ولا ايه؟ الالوان الجميله اللي انت ده جاتو. طب نجيب الطبق كده نقربه كده للساده المشاهدين نشوف انت عامله ازاي. ده جاتو بس قطع صغيره قوي. اه جاتو ميني سواري. انا اشوف قطع صغيره كده. ده ميني سواري. طبعا لازم البرنامج بتاع حضرتك لازم واحد يكون مميز. طبعا. يعني لازم واحد يعمل حاجه ان يكون ده شيفات كبار بيختبرونا يعني كل اصحابنا بيختبرونا. تقول لنا الطريقه. انا شيفاك عامل الوان مختلفه واشكال جميله كده. ده حضرتك الالوان دي بتبقى جيلهات جايه حلواني دلوقتي. كان زمان بيعملوا الحلواني اللي هو الجناج كانوا بيعملوا على ايدينا. الحاجات الالوان المانجا دي كنا بنعملها على ايدينا. دلوقتي الشركات بتعمل بصراحه ريحتنا في الموضوع ده. بتعمل جيلي مانجا جيلي فراوله جيلي شوكولاته. فبصراحه هي الشركات مريحانه في الحته دي يعني انها بتجيب جات وتحطها على طول. شيف دعاء قولي لي سر شهره المطبخ الايطالي الفتره اللي فاتت. بقى يمكن من اكتر المطابخ اللي واخده شهره جامده جدا هو المطبخ الايطالي. قولي لي ايه سر شهره المطبخ الايطالي؟ اكله مميز تحفه. طب ما كل المطابخ اكلها مميز. لا طبعا كل مطبخ وليه اكله، بس في اكله محبوبه مهما تاكليها ما تزهقيش زي البيتزا الايطالي. الاطفال كلها بتدور على البيتزا الايطالي. الاطفال لو كل يوم كل شويه كل ساعه هتساليهم تاكلوا ايه هيقول لك البيتزا. ممكن السؤال ده انا اعرفه؟ ممكن ارد على السؤال ده عشان اعرفه؟ اتفضل. الايطاليين معروفين بالجبنه بتاعتهم. طبعا الجبنه الايطالي بتاعتهم. الجبنه اه طبعا مشهورين بيها. معروفين بالجبنه الايطالي بتاعتهم. هو اللي الموتزاريلا والبيتزا ده عندهم 500 هم بيتميزوا. اه بيتميزوا بالجبن فعلا وبيحطوها في اكلاتهم. البيتزا بتاعتهم بسمكها اللي هو رفيع بتلاقي طعمها هش عامل زي الايه زي الاسبونج كده خفيف. والجبنه بتاعتهم بصراحه لا يعلى عليها. احنا هنعمل ايه تاني دلوقتي؟ حضرتك انا عندي كنافه اساور بس اسويها في الفرن وبعد كده الحمد لله. طبعا هندخلها الفرن ولا؟ اه هدخلها الفرن ان شاء الله مع ال. طب يلا اتفضل. ده بس تخلص. قولي لي اكتر موقف قبلك صعب يا دعاء. اكتر موقف صعب مر عليكي وانت جوه المطبخ وبتعملي الاكلات. ايوه كنت في مره فعلا كنت في المطبخ بصور وعندي طفل صغير كل شويه ماما انا جعان ماما انا جعان. المفروض التصوير ده مفيش نفس. المهم فبعدين طبعا قافله على نفسي. فاليوم ده انا كنت بعمل فيديو طحال. المهم فبعدين طبعا الطحال بغير له المره كده تعملي لنا الطحال كده على الهواء ان شاء الله باذن الله. المهم طبعا الطحال بغير له الميه فانا معايا حله استانلس. فانا حطيت الحله فالحله بتنزل سواد كده كاني اتحطت على كيس اسود. فانا عماله اقول مستغربه اقول ايه هو ايه ده جاله منين ده. انا ما حطيتش الحله انا الحله من النار على البوتاجاز. بس المهم فبعدين ببص كده يعني حاجه زي اللي هي
هو الجاكيت نغرف الرز واحنا بنتكلم. طيب هو لسه سنة الجاكيت بيولع يعني هي الجاكيت النار كانت ماسكه من هنا يعني انا وانا برفع يعني النار مسكت في هدومك بعد للكاميرا النار مسكت كده في هدومي اللي هو اللي دي كان اصعب موقف ومش طب وتصرفتي ازاي؟ هو المفروض انا الجاكيت وارميه لا. لا 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 مسكت النار بايدي ولميتها طبعا الجاكيت كان فيه جبير فالنار لزقت زي البلاستيك على الايد الحمد لله يعني طبعا عشان الموقف صعب طبعا فانت اتعاملتي كان جديد بالنسبه لك او غريب اكيد. بصي طب احنا دلوقتي هنغرف يا جماعه بسرعه لان احنا دلوقتي ما عندناش وقت خلاص وقت البرنامج انتهى تمام. طيب احنا زي ما حضراتكم عارفين انها مسابقه وممكن نقفل الهواء على المتسابقين لو ما لحقوش يفنشوا الاطباق تمام بس انا متاكده وزي ما حضراتكم شفتوا هم بيعملوا اكل حلو وبرده مش انا اللي بحكم لجنه التحكيم هي اللي هتحكم. اي متسابق حابب ان هو يشترك معانا يتفضل يتصل على الارقام اللي ظاهره عند حضراتكم على الشاشه. بشكركم وبشكر الشيف هاني بشكر الشيف دعاء بشكركم اعزائي المشاهدين واشوفكم في حلقه جديده من برنامج شيف ستار. Thank you.